معنا من نيويورك بيتر ويتك السفير الألماني لدى مجلس الأمن. أهلا بك معنا سيد ويتك. هل في معلوماتك أن الروس سيقبلون مشروع قرار يتبنى المبادرة العربية المشابهة للنموذج اليمني؟ حسنا، لدينا الآن نافذة أمل جديدة وفرصة جديدة علينا استخدامها والاستفادة منها. في نهاية الأسبوع الماضي قرروا أن يتخذوا قرارات ذات زخم، وهنالك مكتسبات في أمام مجلس الأمن. هذا من ناحية الجانب الجامعة العربية. نحن مطلوب منا أن ندعم قرار الجامعة العربية، وثانيا يطلب منا أن ندعمهم بشكل كامل وليس فقط فريق المراقبين، بل القرارات كاملة بما فيها الخطة، خطة لنقل السلطة في سوريا. وبالتالي علينا أن ننتهز هذه الفرصة لنصغي إلى صوت الجامعة العربية ونترجم ذلك إلى عمل. ولكن بالطبع نحن بحاجة لبناء الجسور مع الأطراف المتشككين في مجلس الأمن، وهذا يضم روسيا. وبالتالي علينا أن ننجز ذلك، وما نحتاج إليه هو أن نصغي ل طلبات الجامعة العربية. هذا بالنسبة إليكم. سؤالي لك كان، هل في معلوماتك أن الروس سيقبلون بدعم المبادرة العربية وإن بدون عقوبات أو تهديد بالقوة؟ بدأنا الآن بالاتصال الموسع مع أصدقائنا العرب هنا، ونحاول أن نجد الأطر المناسبة لترجمة مطالب الجامعة العربية إلى إجراءات فعلية. وبالتأكيد سنناقش هذا الأمر مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين من روسيا وغيرهم. وأنا آمل أن روسيا لن ترفض هذا الطلب من الجامعة العربية. ففي نهاية الأمر الشعوب العربية والمنطقة العربية والقيادة العربية هي التي قالت أنها تريد أن تصغي لهذا الصوت، وأن نحن نريد أن نصغي لهذا الصوت وننفذ القرارات. هل ترى أن الموقف الروسي تغير؟ إن الموقف الروسي كما أعرفه هو موقف متشكك، إلا أنني آمل ويحذن الأمل أن يكون أكثر انفتاحا للنقاش والجدل وفي إطار الجامعة العربية. ونحن نبذل قصارى جهدنا الآن لنصل إلى توجه جديد وأن نخرج من النقاشات العقيمة السابقة. والآن نحن ندين للشعب السوري بأن لا نتأخر في تكتيكات تؤخرنا، ولكن علينا أن ندعم ما قررته الجامعة العربية. في الأسبوع المقبل سيكون لدينا هذه الفرصة لنصغي للأمين العام للجامعة العربية شخصيا في بداية اجتماع الأسبوع القادم في مجلس الأمن، وهذه إشارة قوية على أن الجامعة العربية تريد دعمنا في مجلس الأمن، وسنبذل قصارى جهدنا في ذلك. سيد ويتك، هل تمرير قرار بدون عقوبات أو تهديد بالقوة كما تريد روسيا يفيد الأزمة السورية، وهل تقبلون به؟ نحن الآن نعبر عما قاله ويريده أصدقاؤنا العرب هنا في نيويورك، ونصغي لهم، وذلك بالتعاون معهم، ومعا سنقرر الأطر العامة. هذه عملية نحن في بدايتها، وبالتالي من المبكر جدا أن نحدد النتائج. فكما قلت، هدفنا
هو المحافظة على إبقاء الجامعة العربية في الريادة في موضوع الملف السوري، وبالتالي تنفيذ ما يريدونه، وبالتالي أيضا كما نأمل نجعل لدينا مساهمة في حل هذه الأزمة السورية، وبالتالي لا يمكن أن نسمح لقتل الناس على مستوى يومي. الناس يتطلعون لنا لنأتيهم متحدين ونرسل رسالة قوية للسلطات السورية. أشكرك جزيلا بيتر ويتيغا، سفير الألماني لدى مجلس الأمن من نيويورك.